السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده ان شاء الله هقول لك ازاي تجمع مواعيد العمل، اذا كان ذهاب او حضور، اذا كان انصراف، بطريقة صحيحة، عشان في تركية قوي في الموضوع ده ساعات في ناس ما بتعرفش تحلها. بص انا مش هطول عليك، حاجة كده بسيطة وسريعة جدا. دلوقتي عندنا واحد مثلا اسمه محمد مصطفى، دخل مثلا الساعة 8 الصبح، خرج الساعة 7 بالليل. بي اي ام دي الصبح وبي ام دي بالليل، تمام؟ ده الحضور والانصراف في كل حاجة. المشكلة بقى في دي بقى ايه؟ ان انت عايز تحسب عدد الساعات اللي هو جه حضرها مثلا، وليكن انت عايز تحسب عدد الساعات دي، عدد الساعات دي كده. فانت لو جيت حسبتها هتبص هنا هتلاقيها 206، اهي 206 ساعة. لكن لما تيجي مثلا يعني تعمل اوتو سم، زي مثلا اوتو سم، هندوس يساوي سم وهندوس عليها مرتين وهنجمع دولت كلهم وهنقفل القوس وندوس اوكي، ظهر لي اللي هو 2:30. طب لو احنا خلينا مثلا الفورمات سيل، مثلا احنا عايزين مثلا نخلينا فورمات سيل دي مثلا بدل جنرال، بدل تايم خليناها جنرال. بص جاب لك 8 ساعات. هنرجع تاني، هرجع يعني هدوس كنترول زد وهقول لك المشكله في ايه. المشكله هنا الستاندرد بتاع الاكسل بيجيب لك ال 12 ساعه وبعد كده بيجيب لك ساعه واحده. يعني بص ركز كده في اللي انا هقوله. لما تيجي دلوقتي تبقى الساعه 12، بعد الساعه 12 تبقى الساعه واحده. هو ماشي بالنظام ال 12 ساعه. انت عايز نظام يعدي ال 24 ساعة. انت لما انا قلت، لما احنا شفنا جمع دولك كلهم بقى 206، فانت عايز فورمات للسيل تخلي الناتج ده يعدي ال 24 ساعة. فانت هتعمل ايه؟ بص بقى، هنروح جايين هنا وندوس كليك يمين فورمات سيل، تمام، وهنيجي عند كاستم، كاستم تمام، وهنيجي عند ننزل، بص نقعد ننزل ننزل اهو، ننزل 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 لحد الاخر خالص، ونيجي تحت الاد دي كده، هي دي اللي هو الشكل ده كده، ونشيل الثواني، وهيبقى الاور والمينتس، الاور والمينتس اللي هو الساعات والدقايق، وندوس اوكي. بص بقت 206 ساعة و30 دقيقة. دي التركية اللي كانت الناس كلها بتقع فيها، اهي 206 ساعة و30 دقيقة، لان الاكسل الستاندرد بتاعه بيبقى عبارة عن 12 ساعة، وبعد ال 12 ساعة بتتقلب الساعة واحدة. حتى كمان لو نظام ال 24، بعد رقم 24 او 23 بتدي الساعه واحده تاني. فانت عايز نظام يعدي لك ده كله، فهو ده في الكاستم. هندوس عليه كليك يمين فورمات سيلز كاستم، ونختار دي ونشيل الثواني او نخلي الثواني، مش هتفرق، وهيقول لك عدد الساعات بالظبط. طب لو جينا عملنا دي كده مثلا يساوي صم، ونجمع دولت كلهم كده ونقفل القوس وندوس انتر، هيجيب لك برضو الساعه 10. طب لو خليناها جنرال، طب لو خليناها نمبر زي ما الناس بتقول لك، اهي برضو ولا اي حاجه. فانت بقى عشان تخليها زي كليك يمين فورمات سيلز كاستم، وننزل تحت خالص، ونيجي هنا ونشيل الثواني وندوس اوكي، جاب لك 58 ساعه، اهو 58 ساعه و6 دقايق. بس كده، واتمنى اكون فدتكم، واتمنى الفيديو ده يكون بسيط وسريع عليكم كده وحلو كده. شكرا جدا ليكم، وما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. شكرا جدا ليكم، وما تنساش اسمي، اسم محمد تحسين، واي حاجه في الاكسل ابعت لي وان شاء الله احلها لك. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.